عندنا لقاء مصيري يوم الجمعة، وأي عنوان يليق عليه، لقاء مصيري، لقاء عنق الزجاجة، لقاء المرحلة، لقاء الحسم، هو لقاء مهم جدا جدا لكل جماهير نادي الزمالك، ولكن شايف التعامل معاه يكون ازاي؟ في البداية كده. هو طبعا حضرتك قلت يعني انت واضح ان انت صحفي قوي يعني لا كمان، خالص، بتعلم من حضرتك. الله يخليك. يعني هو ممكن تقول لقاء الحياة، انا بعتبره ان هو ده لقاء الحياة، لانه هيتوقف عليه اشياء كثيرة جدا جدا، وهتمنح قبلة الحياة للاعبين صحيح نفسهم، لبعض صحيح اللاعبين يعني. يعني في لعيبة، انا بالتالي من وجهة نظري مستقبل اللعيب نفسه كمان مهم، فهذه المباراة من الوارد انها تكون تمنح قبلة الحياة لعدد من اللاعبين، صحيح لأنه لو لا قدر الله خرج الزمالك، أنت كده هو لا يمكن أبدا الجمهور هيتقبل أقل من يعني إن في لعيبة في الموسم الجديد لا يمكن هتبقى انا كنت موجودة. لسه بقول في الانترو، حضرتك مش عارف كنت بتشوفنا لو كنت لسه في الطريق، كنت بقول جماهير الزمالك مش بتحلم انها تصعد، بتحلم بالبطوله. فعشان تصالح جماهير الزمالك هات بطوله افريقيا، مش تكسب ماتش بالاسداد، انا استفدت ايه؟ انا عايز البطوله. فاللعيبه لازم تفهم ده، الجماهير بتحلم ببطوله افريقيا مش بتحلم بالصعود، اللي هو المفروض ده الطبيعي يعني للزمالك يصعد من دور المجموعات كاول مجموعته كمان. على فكرة حضرتك برضو يمكن قرأت اللي في دماغي في حتة ايه، انه في مرة من المرات في حلقة من الحلقات كانت اعلنت قبلها بقليل قرعة مباراة الكاس السنة اللي فاتت، فبرضو قاعدين يقولوا والزمالك هيلاعب مش عارف ايه، قلت لهم الزمالك فريق بطولة، انا ما يعنينيش مين خصمي، وده اللي حصل، ان الزمالك قابل كل الفرق اللي قابلها كسبها. صحيح. لكن اسمع، كنا قاعدين في نفس، مش فاكر كان حضرتك او الاستاذة مها، انه انا جيت قلت له يعني انت مش هتجيب جديد، انا اللي يهمني الزمالك، فبيقول لك اصل ما فيش عدل، ده الاسماعيلي انسحب علشان خاطر جايبين له فرق قويه. طب الاسماعيلي ينسحب لان الاسماعيلي لم يكن في افضل حالاته، لكن بالنسبه لي انا كزمالك انا ما يعنينيش اي فريق قبله وقبله في اي وقت وفي اي دور. صحيح. فاللي سيادتك بتقول عليه ده يعني انا شايف الحقيقه ان هو شيء منطقي جدا، ويعبر حقيقة عن الواقع، أن الزمالك فريق بطولات، ما تعنيهوش مين هو خصمه. حضرتك أنا عارف رحت الجزائر كتير كتير جدا. وغطيت لقاءات هناك كتير، بالظبط. فالوضع هناك هيكون عامل إزاي، والجماهير هناك هتتعامل إزاي مع اللقاء، وشايف قوة اللقاء هناك هيكون بالنسبة لهم إزاي؟ هو شوف حضرتك، نفس هذا الملعب ده أنا حضرته قبل كده أهو في مباراة مع النادي الإسماعيلي، واخد بال حضرتك، وكان الجمهور متحمس جدا جدا بشكل يعني مش عايز اقوله لحضرتك، ولكن اراد المولى عز وجل ان سيناريو المباراه خلى يعني اخمد الجماهير. الجماهير لدرجه ان كان في، يعني انا هقول سر اهو لاول مره ما حدش يعرفه حد، ان كان المفروض تعرف في الجزائر في عدد من الشركات المصريه العامله في الجزائر طبعا، فكانوا المفروض دول كانوا محضرين يعني للجماهير يعني ان هم يروحوا يشجعوا نادي الاسماعيلي، فصدرت اوامر ان هم ما يروحوش، لانه لو راحوا كان يعني الاجواء من خلال معلومات، من خلال معلومات، لا انا بتكلم على حته ايه، ان الجمهور مهما كان عددهم مش هيبقى زي ما موجود في زي الجزائر، ما موجود في الجزائر، فصدرت لهم تعليمات قبل المباراه انه لا ما حدش يروح، واخد بال حضرتك، من الاجهزه الامنيه الجزائريه، انه يعني ايه ما يكونش في احتقان او في مشاكل، بالظبط عشان ما يحصلش مشاكل، واخد بال حضرتك. وشاء المولى عز وجل طبعا الاجواء اللي سبقت احراز عمر جمال الهدف الاولاني مختلفه عن فيما بعد، الاسماعيلي في هذا اليوم كسب 4-1 ما شاء الله، واخد بال حضرتك، برضه هدف خلى الخصم الذي لم يكن في أفضل حالاته يهاجم بكل قوته، فكانت النتيجة هدف آخر ثم هدف ثالث، خلاص في هذه اللحظة انقلبت الجماهير على فريقها ونسيت خالص الحكم ونسيت فريق نادي الزمالك الإسماعيلي ساعتها، سوري معلش دماغي كلها طبعا في الزمالك، نسيت فريق النادي الإسماعيلي، خلاص ما بقاش في حد بيتكلم، وبصعوبة بالغة أحرزوا هدف والإسماعيلي أحرز الرابع وانتهت المباراة 4-1. فأنا يعني اللي أنا عايز أقوله إنه سيناريوهات المباراة بخبرتنا يعني وبتجربتنا
بتبقى احيانا كفيله انها تخرجك من اي مشكله. لكن الوضع المهم الشيء يعني اللي اتمناه انه الا يغيب الزمالك في التهديف.